السلام عليكم، عاملين ايه يا بني ادمين؟ كلمه بني ادمين ما اعرفش معصباكوا ليه. كلمه بني ادمين كاني اديتكم طلقه في زوركم. ايه يا جماعه، في ايه بعد البث الاخير اللي انا عملته بالليل؟ ايه ده اللي بتقولوا يا بني ادمين؟ ايوه طب فهموني، هو حضراتكم مش بني ادمين؟ انتوا معمولين من فولاذ ولا جايين من الفضاء، ولا انتوا شبه ابو فصاده اللي ابو فصاده اللي فوقيه دوك، ولا ايه بالظبط؟ ايه ده ما بتحترمناش؟ ايه قله الاحترام في كلمه يا بني ادمين؟ يعني ايه حد كده يطلع يقول لي ايه اللي في الاحترام فيها يا جماعه؟ هي بتتكلم كده يعني باسلوب عادي، يعني اكنها بتتكلم مع مثلا كده اخواتها، مع مثلا صحابها كده. بص يا جماعه، انتوا مش كل كلمه تلزقوا فيها ايه بنا يعني ايه صباح الخير؟ ايه ده دي ما بتحترمناش؟ عدولها يا جماعه، هي مش بتبقى قصدها، هي بتتكلم يعني بشكل طبيعي قوي زياده عن طب اللزوم، نقول بقى ايه؟ لكن هي مش اللي بدات هالو جايز والكلام ده كله، هي مش بتعمل الحاجات دي. يا بنت خليكم مهذبه. لا يا جماعه بجد، انتوا في ايه؟ انتوا كل كلمه تشبطوا فيها، وكل كلمه هشه دبانه، كل كلمه تشبطوا فيها وتعلقوا على ادفع حاجه، وبتيجوا عند الهايفه وتروحوا واقفين ليه؟ عيب عيب، انتوا مش صغيرين على الكلام ده. يعني ايه ايه ده؟ دي مش عارف، ده صوتها عالي. انا صوتي عالي يا جماعه؟ اولا وثانيا وثالثا وعاشرا، هو نبره صوتي كده بجد يا جماعه؟ والله هي فعلا صوتها عالي، حتى وهي بتصور انا ببقى هنزل، انا بفتح جوه هنزل من طريقها. دي خلقه ربنا منها ايه يا جماعه؟ جدا يعني، انا والله عذره التافهه وتقفوا وتستدروا وشوفوا يعني ايه اللي هو يعني ايه المحتوى المهم من اللي هي بتقوله، او الاكله اللي هي بتعملها او كده. لكن بقى يعني ايه مثلا كده صوتك عالي، اسلوبك، هي اصلا يعني لما تسمع صوتها بعد كده بتتخض. وانا بتكلم كده ليه؟ يا جماعه بس انت بقصد انها تسمعكوا، عشان في ناس قاعده تقول لا هو احنا مش سامعين، هو انت صوتك واطي. يا جماعه غير كده، غير كده انا صوتي عالي جدا جدا بصراحه، يعني اعلى من صوتي. بجد يعني دي المره ال20 اللي بتكلم فيها على موضوع الصوت ده. انا طبقه صوتي كده اعمل لها ايه يعني؟ انا مش عارفه اعمل ايه يعني. انا لما بكون بتكلم في التليفون الشارع كله بيبقى سامعني بتكلم في التليفون، بقول ما بعرفش اتكلم بصوت واطي، غير قليل جدا لما بكون بقى تعبانه، زوري وجع، حتى لو زوري واجعني تحس جعيره في المكان. يعني عيب يا جماعه، ما تجوش عند الحاجه الهبله والحاجه الهايفه وتروحوا واقفين ماسكين فيها. والله يا جماعه هو صوتك ده، حتى انا النهارده بجد كان يوم فظيع فظيع فظيع، فقلنا نيجي نقعد في الخضره، وكان في ميه هنا في يا جماعه في بجد الترمبه دي، هنا عالمي. انا اصلا يعني والوجه من الحسن، سكان القاهره. انا الوجه الحسن. ايه يا حاجه في ايه؟ انا من سكان القاهره اصلا يا جماعه، وانا اول مره اجي هنا يعني مكان فيه كده غيط كده، فبجد المنظر يعني زي ما شايفين كده تحفه جدا، ويعني حلو بصراحه. بصوا عايزه اقول لكم بس حاجه مهمه جدا، المطبخ اللي كنت بصور فيه الفيديو بتاع التورته واللي عملت فيه لعب الشوكولاته والكريم شانتيه، ده المطبخ الجديد اللي انا هصور فيه. اولا انا ما اتجوزتش، تمام؟ يعني ده هيبقى الموضوع بتاع الفيديو الجاي ان شاء الله. سيبنا نكمل عشان ما تحرقيش الموضوع بتاع الفيديو الجاي. استني بس، فانا الناس بتقول لي اتجوزتي والف مبروك بقى وتباريك وولود وقلوب، اتجوزت فين؟ ما انا قاعده معاكم ومرميه اهو يا جماعه، كان في مشاريع كتيره بس بتفشل. ماشي، فده المطبخ اللي هصور فيه على طول باذن الله. ماشي، عشان خاطر الناس بقى ما تجيش تقول هي اتجوزت ومخبيه علينا وخايفه من الحسد. يا جماعه يعني ده مش سر، واحنا مش بنتجوز في السر. ماشي، دي حاجه. تاني حاجه، الناس اللي بتقول لي صوري شقتك وورينا تصوير الشقه وكده، انا اخري معاكم في الشقه، عتبه باب المطبخ وادوات المطبخ، عايزين اي حاجه فيها، سؤال عن المطبخ، عن الاكل، عن اي حاجه انا معاكم فيه، تنظيف الثلاجه، تنظيف الديب فريزر، غير كده مش هقدر، عشان البيوت لها حرمتها طبعا، وانا بحب احترم خصوصياتي، فاللي هو مش هينفع ان انا اعرض شقتي بقى وافر لكم دواليبي وافر لكم هدومي وافر لكم شقتي. انا عن نفسي يا جماعه انا بصور لكم كل الحاجات دي، انا لسه في الشقه لف 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 طول النهار، انا بصور لكم الحاجات دي كلها، بعتها لكم في المسجات، محدش انا ما بحترمش الناس بصراحه اللي بتصور دواليبها واوضه نومها وشقتها، عيب يعني. يا جماعه برضو في 2018 انتوا خليكم ان انتوا مستنيين مفاجاتها، مش يعني مش بص يا جماعه انا من الشهر الجاي، استني مش في 2018. مش معنى ان انت الكاره بتاعتك ان انت تتكلمي انت بس في فيديوهات عن الميك اب، انا الناس عايز الميك اب ارتست، وصدفه كيتشن دي بتاعت الاكل كله، بتاع البهارات بقى وبتاعت الوصفات والحاجات دي كلها. انا على فكره انا الحاجات دي كلها، وانا بقى بتاع يعني اي مثلا كده واحده عندها سؤال في الشعر، الميك اب، الوش، لفات الطرح، كل حاجه فاشون، كل حاجه يعني، انا هبقى معاكم وانا هبقى متابعه الرسائل بتاعتكم، وهعمل لكم ان شاء الله كده عنها كده فيديوهات وبس. طب
بس اهدي بقى، انا جبت رقم تليفون جديد، هنزل لكم رقمه واحطه لكم، اخليه دوت واتس للقناه عشان لو في اي واحده عندها عايز سؤال في القناه او كده. من اول السنه الجايه باذن الله هنبقى زي المسلسل الهندي، بيقعد 60 جزء و600 حلقه، هنبقى كل يوم حلقه باذن الله عن عن المطبخ والتفاصيل، هنكلمكم في اطاق التفاصيل زي الهنود بالظبط. نامي يا حبيبتي. فهنزل لكم ان شاء الله وصفات كتيره باذن الله من اول السنه الجديده، هيبقى كل يوم وصفه، هنخليها زي المسلسل ليها ميعاد كل يوم تنزل فيه، هرتبها بس شويه، انا بس مستنيه لما اظبط لكم، لسه هظبط حبه حاجات في المطبخ وبعد كده ابتدي انزل فيه. عايزه بس الفت نظركم لحاجه معينه، على فكره يا جماعه انا عايشه زي زيكم، الناس اللي بتطلب مني وصفات وبتقول لي انت ما بتعملهاش، انت بتخسري الناس، انا ما بخسرش الناس، انا في ايام بتيجي عليا ما بقاش معايا فلوس ان انا اصور، يعني ده وارد يحصل لكل الناس، يحصل لكل الناس، يعني لما بنزلش فيديو مش بمزاجي، يعني قعدت فتره انزل فيديوهات كتيره 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 ورا بعض، كنت بنزل لكم فيها فيديوهات على طول. دي يا جماعه الحمد لله كان ربنا مبارك وكان عندي حاجات في البيت وكده، فاحنا زينا زي الناس العاديه على فكره، يعني بيجي لنا ايام اول الشهر وايام اخر الشهر، فانتوا يعني انا مش بيبقى قصدي ان انا ما اعملكوش الحاجه اللي انتوا عايزينها، يعني بالراحة على الواحد شوية علشان انتوا بتضغطوا الواحد وبتحسوني بالذنب، بس انا ماليش ذنب، بالراحة كده علينا، وان شاء الله اعمل لكم كل اللي انتوا عايزينه، واحدة واحدة مع بعض ان شاء الله نكبر القناة سوا وبس. الناس يعني شفت تعليق واحدة تقول لي انت ما بتقبليش النقد من حد، يا جماعة مش هتكلم في الموضوع يعني ده، هو لو يعني هو كده بناء يعني يبقى اوكي، لكن مثلا انت بتعملي انت يعني بتسوي مش هينفع، يعني واحده داخله امبارح واحده داخله امبارح بتقول لي انت زباله زباله اه والله ليه عشان بقول لهم صباح الخير يا بني ادمين، بتقول لي انت زباله، يعني ايه انا زباله يا جماعه، احنا كلنا مش متربيين زي بعض، يعني مش يعني مش اللي هو كده تفكيرنا زي بعض، حتى لو احنا اصحاب، حتى يعني لو ليه مش بتقولوا ان هي الصح، يعني الناس اللي ان هي الصالحه، يعني هي مش قصدها حاجه، ده الناس اللي بتتكلم كده، انتوا عيب على فكره، عيب لما تتكلموا بواحده بتقول لي انت شبه البقره اللي انت بتنزلي والله يعني بقى بتقول لي انت شبه البقره، بقره ازاي حضرتك بقره من انهي نوع، يعني قولي لي بس عشان ابقى عارفه، يعني لما انا بقرا حتى لو بقرا حضرتك اتكلمي من بيتكم، يعني اللي بتديهولي تعالي خديه وتعالي خشيه، اللي عنده بقره بقى برنسي اه والله، يا ريت يكون عندنا بقره، البقره بتديكي لبن وبتديكي لحمه، بص بسم الله ما شاء الله الخيرات كتير، يعني مش مشكله الله يسامحك بس الست السنيوره هنسمع هانم هتنزل لكم ان شاء الله فيديوهات عن البشره وعن الشعر وعن ال كلها ماشي، وانا ان شاء الله هعمل لكم فيديوهات كتيره وخطيره ولطيفه وظريفه، وان شاء الله تعجبكم ان شاء الله وبس. وانتوا عاملين ايه دلوقتي يا بني ادمين يا بني ادمين يا بني ادمين بالعند بقى في الناس اللي متضايقه من كلمه معلش في سلامه.